وقت كنت شوف انه العالم عم تسافر قول يعني مو معقول ليش يسافروا، لازم لا ما يسافروا، لازم نتحمل ونضل ببلدنا وما نتركها. بدي سلامتك حبيبتي. أهلي ماما. الله معك ماما. الله معك. نحن هو كشخص هو إنسان منيح، بس العلاقة اللي أنا وياه كانت مو جيدة يعني. موضوع الطلاق بالمجتمع العربي كتير موضوع صعب، مع إنه ديننا هذا الموضوع بالدين الإسلامي موضوع الطلاق هذا رب العالمين حلله، بس بالنسبة للمجتمع المجتمع كتير ظالم. لازم نتعلم شغلات الحلوة اللي بالمجتمع الأوروبي يعني نحاول نستفاد منها لنحسن حياتنا. You can come a little bit, 5 minutes. You yeah, have five minutes. Yeah. Yeah. Still ye diet doon diet for diet 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 diet. Yeah. Diet. Yeah. Diet. Yeah. 10 kilo lose. Will be him. Or no? Ik ben bijna klaar met school. Ik ben geslaagd voor deals. Hey, ja, toppie. Maar lezen niet geslaagd. Ik dacht, jij bent niet thuis. De auto stond hier heel lang niet. Ja, mijn zoon krijgt die auto naar Duitsland. Een nieuwe baan. Ja, een nieuwe baan. Goed, dat goed. أنا لقيت إنه اللغة هي المفتاح الأساسي إنك ترتاحي بالبلد اللي أنت يعني حابة تعيشي فيه. It's difficult when it's raining. Yes. And when it's like -5 and your face freezes. فبحس إنه الصعوبات عم تزول واحدة ورا واحدة. هلا. عندي رفقات بالمدرسة من العراق وعندي من سوريا وعندي من المغرب، ودائما أنا كنت شجع رفقاتي. عندي رفيقة بتقول دائما أنا كبيرة بالعمر وما فيني أدرس، لو أنا كمان كبيرة بس. وبالعكس إذا درستي رح تحسي إنه مرتاحة أكثر. هلو هلو بدي مارخن إكبر خسلاح بروفيشنال سيم سايفرز كوري. يعني ساعات كانوا كتير جيدين وأنا كتير انبسطت فيهم إنه دائما بشجعوني وعلاماتي كانت حلوة، وأنا حسيت إنه كل يوم عن يوم عم بزيد عم بتأقلم أكتر. بالبداية كانت صعبة بس هلأ عم حس الأمور يعني بدها تكون إن شاء الله أحسن. plek bij bedrijf in Kessel voor de maïsverwerking, ja. Weet je? Ja, ja. Zij hebben geen mensen nodig nu voor jou, een betaalde werkplek. Ja. Dat is bij een schoonmaakbedrijf, Acito. Dan is een volgende is ook een cateringbedrijf in Maasbree. En dan, zij hebben nodig iemand die dingen voorbereidt, komkommers snijdt en allerlei groenten snijdt, ja. En dat soort zaken. Ja. In de keuken? In de keuken, ja. Ja. Keuken vind je niet leuk? Ik hoop in kantoor, bij de gemeente was heel mooi werk ik heb. Ja, dat was weinig uren en dat was best ingewikkeld werk. En daarvoor is jouw taal nu nog niet klaar. Nog genoeg. Nog niet genoeg. Nog genoeg. Dus je moet wel wat meer oefenen nu eerst. Bij Suria kunt je studeren, moeder. وكان عندي شغل تاني بالمحاسبة،
هلا هن بيقولوا لك انه انت شو بتحبي تعملي، شو حابه تعملي، بس هو بالحقيقه مو يلي بدك اياه بيصير اجباري. يعني انا لاني باخذ اوت كيرينج فلازم اشتغل مثل ما هن بيقولوا لي، يعني انا ما عندي هالحريه بالاختيار. يعني انت هلب كان krijgen met solliciteren hebben wij hier dinsdag en donderdag een mevrouw zitten die helpt mensen met CV opmaken. Wat is realistisch, want je kan niet nu gaan solliciteren op een baan ik veel van manager in het bedrijf. Dat is heel moeilijk, hè? Want dat is niet realistisch. Ja. بيضل انه يحس الانسان انه هو مو بلده مو وطنه، يعني هذا الشيء ما حدا بيقدر يعوضك عنه. ضيفهم انا. أما من ناحية الذكريات فلأدق التفاصيل لا تنسى. ما بيقدر ينسى الواحد شغلات الحلوة بيحن كثير طبعا. كل شيء يعني بيتذكر الواحد إنه البيت اللي كان ساكن فيه، أول بيت سكن فيه، رفقاته من الطفولة، المدرسة، ممكن يتذكر حتى يشتاق لأساتذته بالمدرسة. يعني بدك تضل عم تفكر إنه نحن بسوريا هيك كنا هيك عايشين هيك، ما بتمشي ما بتصير صح. يعني حاول تتأقلم، خذ الشغلات الحلوة اللي عندهم. صح. هلا أنا مثلا تأقلمت معهم كنمط حياة عندهم، بس مثلا أنا جيت لهون أنا عمري 28 سنة، كان أنا أوريدي عندي بسوريا كان مهنة وكنت منيح كتير فيها وراتبي كان ممتاز. عجبني إني أطلع سياحة، إيه حلوة، شفت شيء حلو كتير، وما تخيلت حالي بيوم من الأيام إنه أطلع من سوريا. قال لهم مثل الشام ما في. بس هلا اضطرينا خلص، أنا ما عاد الوضع لا آمن لا إلي ولا لعائلتي. يعني حتى قبل الاحتياط مرة من هالحاجز كان بده يعتقلني بتهمة إنه أنا هويتي مزورة. قال ليش؟ قال صورتي بالهوية اللي مساوية وقت كان عمري 16 سنة ما بتشبهك. لا في شعر بشعر وانا بلا شعر. قلت له طب صلعت يعني شو اعمل انا؟ صلعت. طيب قال لي صف على اليمين. وبتعرفي انت كلمة صف على اليمين راح الزلم. اعتقلت انا بابو ثلاث طوابق تحت الارض، تعذيب ليل نهار مشان اعترف بجريمة مالي مساوية، والأسوأ قادم. بحكي مع ماما بتطمن عليها وبتطمن على اخواتي لانه بقيوا بسوريا وما قدروا يطلعوا، بخاف عليها وقت تطلع من البيت انه مشان يعني الاماكن مو كلها امنه يعني. وبس انا بتمنى اشوفها هيك معي يعني عن قريب. بكيتوني. عن جد كتير هي متضايقة، أنا خايفة يصير لها شيء وما أشوفها ما تجي يعني ما تعيش معي. كتير بتطلب مني إنه يا ريت أجي عندك، الله يوفقك خديني. بلا ماما أنا ماني قادرة أني أجيبك والله، لو بتمنى أنا يعني. في غير جوزة واحد هولندي. الحياة هي اللي اخترناها، يعني صح نحنا اخترناها مو بإرادتنا، بس كل ما الإنسان يتقبل الواقع بيعيش أسعد. قمة السعادة إنك ترضي بالواقع.